وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفتنا هدية العيد الكبير الطفلة والموهبة الفنية آيات عمار. أهلا وسهلا فيك آيات. أهلا فيك. كل سنة وانت بألف خير. وانت بخير إن شاء الله. آيات طبعا احنا نتابعك، نتابع فنك، نتابع موهبتك، نتابع جمالك. طيب لو تعرفينا عن نفسك، من هي آيات وكم عمرها؟ آيات عمار الشيخ، عمري 12 سنة بس. تمام. آيات متى بدأت الغناء وكيف؟ بدأت وأنا صغيرة بس ما كنت يعني مهتم بهذا الموضوع، يعني كنت أحب الاستعراض أكثر يعني. جميل. عادك صغيرة كمان، يعني متى بدأت؟ يعني من 6 سنوات؟ أيوة تقريبا كده. ما شاء الله. طيب المشاهدين دائما يتكلموا انك من اسره فنيه ويقولوا ربما قد وجدت نفسها في المجال، انت ناقيتي نفسك في المجال لانه اهلك يشتغلوا في الفن ام هي رغبه منك؟ الحالتين يعني. جميل. طيب ايات اكيد بعمر 12 تدرسي، ايام الدراسه كيف توفقي بين الدراسه وهوايتك؟ كل شيء بوقته، يعني الاحتفالات بوقتها، الدراسة بوقتها. أفهم أنك متفوقة دراسيا؟ أكيد. جميل. طيب أول أغنية غنيتيها؟ أول أغنية كانت عن الأم. جميل. متى كانت؟ بعيد الأم كانت. إيش من سنة؟ قبل عام تقريبا. جميل. طيب أكيد في لون من الألوان الغنائية هي أقرب لك، إيش هي؟ تقريبا كل الألوان يعني. أي اللي دائما تحبي تردديها، إيش نوع الأغاني؟ أغاني شيرين. جميل. طيب أقرب أغنية لك؟ أقرب أغنية على بالي. جميل. طيب نروح نسمع لك أغنية ونرجع نتكلم مع بعض. طيب. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام، عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام، عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. طيب آيات لا خلاف على صوتك طبعا بعد ما سمعنا هذا المقطع، لكن لك مقاطع فيديو كثيرة مؤخرا، أنت تقرأي التعليقات؟ لا. ليش؟ يعني ما أحب شغل التعليقات. طيب إيش بيكون شعورك لما أقول لك معك جمهور كبير ويحبك ويشجعك؟ أكيد شعور حلو، وهذا فخر لي إنه في جمهور راقي وكذا يعني. يحبوني. طيب. أكيد أنا أحبهم كمان. جميل جميل، حلو إنك تبادلي جمهورك، بالنهاية جمهورك هو رأس مالك. طيب آيات لو تكلمينا عن مشاركاتك في المهرجانات والجوائز اللي قد حصلتي عليها. والله مهرجانات كثيرة قد حضرت. أهم المهرجانات؟ أهم المهرجانات كانت المكلة. حفلة المكلة. جميل. طيب قد شاركتي بالمسابقات الفنية العربية؟ في اليمن فقط. فقط. أنت الآن برا اليمن، فكرتي تشاركي؟ يعني إن شاء الله إذا في فرصة عادي نشارك. طيب في فنانة عربية معروفة لما كانت طفلة قالت إنها لما تكبر بتسيب الفن وبتتجه للدراسة، هل عندك مثل هذا التوجه ولا انت حاطه في بالك انك بتواصلي للنهايه؟ ان شاء الله بنواصل. جميل. آيات اكيد تعرفي انك طفله يمنيه محظوظه، لان اليمنيات في الغالب يحرمن من ممارسه هوايتهن ومواهبهن، حتى الدراسه احيانا يحرمن منها. ايش تقولي لكل بنت في عمرك عندها موهبه لكن ما لاقتش الدعم مثلك؟ تواصل. مهما صح الناس بيتكلموا بيتكلموا بيتكلموا، مهما كان عادي، اصلا الناس بيتكلموا عليك وانت ناجحه وانت فاشله، بكل الحالات بيتكلموا، فلذلك انت خلي عندك طموح وبتوصلي لطموحك، خلي عندك هدف وان شاء الله بتوصلي. رائع، ممتازه. طيب من الواضح جدا انه ابوك كمان هو اللي مشجعك،
هو المشجع الأكبر أيوة. لك إيش تقولي له؟ والله يعجز الكلام عنه عن يعني أعجز أنني أتكلم عن كذا يعني مش عارفة إيش أقول بس أنه فخورة جدا أنه كذا يعني في أب هذه الظروف وكذا يساعد بناته. والواضح أنه كمان فخور جدا فيك. أكيد. طيب بلغي سلامنا تمام يوصل. إيش الجديد؟ إيش هي آخر أعمالك وإيش الجديد اللي تشتغلي عليه؟ والله توزيعات كثيرة إن شاء الله في جديد كثير وإن شاء الله لما يجهز بعدين نقدمه. أول ما يجهز بلغينا عشان نبثه في البرنامج إن شاء الله. طموحك آيات؟ ليش توصلي؟ أوصل لحاجة كبيرة يعني ما أتوقع زي؟ طموحك الفني وطموحك العلمي؟ أكون فنانة يعني كبيرة الكل يعرفني. جميل. مستعدة لهذا؟ لأنك أنت مثل ما فهمت أنت فاهمة أنك بتخوضي حرب كبيرة مع المجتمع فأنت مستعدة؟ أكيد. طيب إيش بتسمعينا بمناسبة العيد؟ مناسبة العيد يلا هنيت العيد هنيتنا يا ليلة العيد هنيتنا وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد. كنا نتمنى تكوني معنا بالفيديو لكن قدر الله وما شاء فعل وظهرتي معنا باتصال. أشكرك جزيل الشكر آيات. نتمنى لك كل التوفيق ولعائلتك الفنية أيضا. أشكرك وأشكر كمان إلهام وكل طاقم العمل عندك. شكرا لك. شكرا لك. سلامي البابا.